السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. وصفة اليوم بإذن الله عبارة عن حلوى محشية، حلوى رائعة المذاق بعجينة هشة ذو في الفم وبحشو مميز وبكلاصاج روشي أو كلاصاج غورمون. راح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله بالمقادير. بالنسبة لي الكأس المستخدم هو بحجم 250 مللتر. راح نحتاج الى 125 غرام زبدة او مارغرين بحرارة المطبخ، نص كاس من السكر الناعم، نص كاس من المايزينا او النشاء، وربع كاس من الزيت، حبة بيض كاملة وصفار حبة بيض، مغرف كبيرة نص من الكاكاو، نص مغرف صغيرة من الخميرة الكيميائية، والفارينة راح نجمع بها المكونات. بالنسبة لي كمية الفارينة عندي حوالي 200 غرام من الفارينة، هنا راح تختلف على حسب حجم البيض ونوعية الفارينة. بالنسبة لي الطريقة، راح نخلط كل من الزبدة أو المارغرين مع كمية السكر الناعم، نخلطهم سواء باليد أو بالخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر ونتحصل على خليط كريمي. انا هنا استخدمت الخلاط الكهربائي. من بعد نضيف كميه البيض اللي هي صفار حبه بيض وحبه بيض كامله ونستمر في الخلط. نضيف كميه الزيت ونخلط حتى تندمج مع باقي المكونات. من بعد نضيف الكاكاو والخميرة الكيميائية. بالنسبة للخميرة الكيميائية عندي نص مغرف صغيرة فقط، يعني راح نحتاج إلى كمية قليلة. بعد ما تندمج كل المكونات راح نضيف المايزينا أو النشاء. وراح نخلط. هنا ما نستخدمش الخلاط الكهربائي، اما نستخدم اما لاسباتول او الملعقه او نستخدم اليد. من بعد نجمع بالفارينه، راح نضيف الفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه. هنا هذه الوصفه لازم تكون العجينه طريه لانه الحلوى اللي تطيب في مول سيليكون، من الاحسن نخليها طريه خاصه انه فيها الكاكاو. العجينه راح تكون بهذا القوام، راح نغطيها ونخليها ترتاح جانبا في الوقت اللي راح نحضر فيه الحشو. نحضر الآن الحشو، وراح نحتاج إلى كمية من نواة كوكو أو جوز الهند، من الأحسن نرحيه، وراح نجمعه بكمية من الحليب المركز المحلى. ممكن أني نستخدم الجاهز أو أني نحضره بالبيت، سبق وحضرته معكم. راح نحط لكم رابط الوصفة أسفل الفيديو. إذا راح نضيف كمية الحليب المحلى المركز لنواة كوكو حتى نتحصل على حشو ليكون طري. راح نشكله إلى كريات، وزن الكرية الواحدة 10 غرامات. هنا بالنسبة للأخوات اللي عندهم ميزان، والأخوات اللي ما عندهمش ميزان تعمل عينها ميزانها، تحاول تعملهم على نفس الحجم. بعد ما نشكل الحشو راح نغطيه باش ما ينشفش، وراح نشكل العجينة إلى كويرات بحجم من 25 إلى 26 غرام. هذه الحلوى راح نطيبها في هذا المول من السيليكون. راح ناخذ كويره من العجين نبسطها على كف اليد ونحط داخلها كويره الحشو، وراح نغلق. نتاكد اني غطيت الحشو، من بعد نكورها. هنا البنات كما قلت لكم لازم تخليوا العجينه طريه، لانه اذا كانت ناشفه راح تتشقق وراح تتعبكم في الخدمه، خاصه انه العجينه فيها كاكاو كما نعرفوا انه الكاكاو ينشف العجينه. اذا بعد ما نشكلها او نكورها راح نحطها في المول ونضغط عليها حتى تاخذ شكل المول. راح نكمل بنفس الطريقه. هذه الكميه البنات اعطتني 20 حبه بهذا الحجم، يعني 125 غرام زبده تعطيني 20 حبه، يعني كميه لاباس بها. بعد ما نشكل الحلوى راح ندخلها الفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. نحضر الان كلاصاج غورمون اللي سبق وحضرته معكم عده مرات في عده وصفات.
راح نحتاج الى 200 غرام من الشوكولا اللي كنت ذوبتها على حمام مائي مع ربع مغارف كبار من الزيت، وراح نضيف لها كميه من المكسرات اللي تكون محمصه ومرحيه بشكل خشن. انا بالنسبه للمكسرات البنات ممكن اني نستخدم الكاوكاو او اي مكسرات اخرى، هنا على حسب كل اخت ومقدورها. من بعد راح نقلاصي الحلوى، هنا راح نحط كميه من الجلاصاج فوق الحلوى، نتاكد اني غطيتها من كل الاطراف، وراح نخلص منها الشوكولا الزائده ونحطها تنشف. نكمل بنفس الطريقه. هذه هي الحلوى بعد ما نشفت الشوكولا، كلمسة أخيرة زينتها بالورقة الذهبية، وراح نتحصل على حلوى رائعة المذاق بشكل راقي. هذه الحلوى أخواتي بنينة بزاف بزاف، نتمنى أنكم تجربوها وأيضا تقطع كمية مليحة. كالعادة نقطع لكم حبة من الحلوى حتى تشوفوا شكلها من الداخل، كما راكم تلاحظوا تتقطع بكل سهولة، الحلوى تذوب في الفم. بهذا البنات نكون لحقنا لنهاية الفيديو، نتمنى أن وصفة اليوم نالت إعجابكم، وإلى الملتقى في فيديو جديد وصفة جديدة بإذن الله.